خلينا أوقف هون شوي، خلينا أوقف هون شوي. برضو قصة جيد إنه نذكرها أثناء مسيرتنا في الكلام. يوم رئيس طائفة هو أمريكي بقرأ من كتاب بالإنجليزي، طبعا المقصود التوراة، بقرأ بالإنجليزي بيقول إن الله يقول لإبراهيم زوجتك سارة حامل بابن ستسمي إسحاق، سأكسره وبارك فيه، أكسره أجعله أمم. فبقول له عيد 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 بالله عيد ايش بقول الكلام، وهو ديروا بالكم رئيس طائفة أمريكي كان، بس قلت له عيد عيد أشوف بالله ايش يقول. قال ايش الله يقول لإبراهيم زوجتك سارة حامل راح تولد ولد تسميه إسحاق، سأباركه أكسره أجعله أمم. قلت له بس هذا كلام بتعارض مع نص ثاني. قال ايش النص الثاني؟ قلت له طيب ما هو انتم بتقولوا في مكان ثاني، في مكان ثاني لاحظوا انه الذبيح هو اسحاق مش اسماعيل. قال ايش يعني؟ قلت له طيب لما يصير عمره 13 14 15 سنه ويقول له اذبح اسحاق، طب ما هو كان عارف من هو بطن امه انه اسحاق بده يصير امم، ما انت بتقول اباركه فيه واكسره واجعله امما والان بتقول لي اذبحه، معناته مش عارف هو، معناته بيكون مدرك من داخله انه مش راح ينذبح لانه في وعد سابق بايش وهو في بطن امه انه يكون امم ويكسره. فمعناته ايش التناقض هذا؟ شوفوا قديش ايمانهم. قال هو شو قال هذا رئيس الطائفه الامريكي؟ قال انا داري بلغته طبعا، انا داري اي هذا الواحد فيهم بقى يكتب وهو مش داري شو بكتب الثاني. هذه باختصار، وهو مش داري شو بكتب الثاني. هذا زي يوم برضو واحد قسيس هون في رام الله زمان عم نقول له انت بتقول اذبح ابنك وحيدك اسحاق في داخل التوراة، اذبح ابنك وحيدك اسحاق، طب ما هو انت بتقول اسماعيل اكبر منه ب 13 سنة، معناته اللي كان بده ينذبح فعلا اسماعيل لانه ابنك وحيدك، ابنك وحيدك بقول وحيدك معناته اسماعيل، ما انتوا بتقولوا اسماعيل اكبر ب 13 سنة من اسحاق، فكيف يعني اذبح ابنك وحيدك اسحاق؟ تركبش الا اذبح ابنك وحيدك اسماعيل، مش هيك؟ لانه هو الوحيد ما هو مرات في منهم بيكون مش دارس مظبوط. قال بلكي لانه ابن الجاريه مش ابنه، افهموها بدهم يطلعوا الساعه مش ابن ابراهيم مشان تزبط. قال بلكي ابن الجاريه، قلت والله بجوز ابن الجاريه، بس هيو بقول في مكان ثاني ابنك اسماعيل وبارك، زي ما قال في اسحاق ابنك اسماعيل وبارك لك فيه واجعله امم، هيو ابنه، عم بقول له الله ابنك. قال بلكي مات قبل ابوه، افهموها يعني بدهم يدبروها بطل. قال بلكي مات قبل أبوه وإسحاق كان هو الوحيد. قلت له طيب ممتاز، ما هو عندكم بقول اللي نزل إبراهيم عليه السلام في القبر نزل وتناول إسماعيل. يعني مات إسماعيل في حياة أبوه ولا بعد أبوه؟ ما هو اللي نزله في القبر. انتبهتوا لما لأنه لما الكلام يحرف على فكرة، هات قطبها، لما تحرف قطبها، بدك تكون اللي بده يحرف بده يكون فهمان، والمحرف ما هو مش سائل، مش سائل بقول لك بقيم اسماعيل بحط اسحاق خلاص، يعني ايش ال هذا ال واحد يهودي مره قال لا لها حلها، ايش حلها؟ قال لما قال له، شوف ما هو اذا هم متخربشين في الموضوع، قال لما قال له ابنك وحيده، قال عندنا في الحديث، هيك قال عندنا في الحديث، في عندهم في الحديث، يعني زي عندنا احنا مش في قرآن وفي سنة، في قرآن وحديث، قال عندنا في الحديث، عندهم في الحديث، طيب ايش عندكم في الحديث؟ قال عندنا في الحديث، هذا ابصر موت تحدث فيها، وين مكتوبة هاي؟ ما ادري، بجوز في التلمود، طيب عندكم ايش عندكم في الحديث؟ قال الله قال له
قال له يا الله، لما قال له اذهب ابنك وحيدك، قال له ما انا يا رب كل واحد وحيد امه، كل واحد وحيد امه، يعني واحد وحيد هاجر وواحد وحيد ايش ساره، هاي شو هاللعبه هاي، وحيدك عم بقول له، عم بقول له وحيدك. قال كيف حلينها؟ قال قال له يا 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 رب كل واحد وحيد امه، قال له اسحاق اسحاق انحلت انحلت، احنا مش موضوعنا هذول.